أعزائي المشاهدين والمتابعين، السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكم في حلقة من حوارات استقصائي. نحن بنرحب بكم في هذه الحلقة، وهي حلقة في تقديرنا مهمة جدا. لذلك كل أنظار الإسلامية والله شغل الجسم دي اصلا يعني ما فيها لا فيزياء لا شرطية لا الكتروني، اجمع حاجة واقع في الواقع في حرب دائرة عشان نفل طيب ما في من هزيل تطلع دي بتبقى والقاعد تنزل بينا حتى لطوفة يعني الطرف بيقسم المسألة دي عسكرية، والطرف ده يعني للأسف الشديد يعني أصوات من ما بدأت الحرب يعني هو كانت بتنشر في يعني كل السذاجات يعني ناس تحت راح ما بعرف شنو الكلام ده، بظن إنه الحرب دي هتكون حرب قصيرة تؤدي لانتصار طرف ما. في خيار تاني انه الناس يجلسوا في طاولة المفاوضات
حتى يتوصلوا لحلول تؤدي لوقف هذه الحرب. العالم ده كله بلدان أو شرقا وغربا شهدت حروب. الحروب دي عندها واحد من الحلين دي، ما في حاجة غير الحلين دي يعني. طيب الحل الأول بتاع إنه يعني تستمر الحرب حتى تؤدي لانتصار طرف ما، ده بيعني إنه كل يوم تستمر فيه الحرب في ناس بيقتلوا، كل يوم تستمر الحرب تحدث انتهاكات، كل يوم تستمر الحرب في ناس بيشردوا، كل يوم تستمر الحرب في ناس بيفقروا. الناس الآن قاعدين لاقيين نازحين ومشردين في كل أرجاء الدنيا ديل. الناس بياكلوا من وين وبيشربوا من وين؟ منو بيتحمل التكلفه بتاعت انهم يقعدوا مشردين خارج ديارهم لكل الفتره دي على امل انه والله حينتظر لما يحصل انتصار عسكري؟ مين بيتحمل المسؤوليه دي؟ من يريد استمرار الحرب عليه ان يتحمل بكل شجاعه المسؤوليه الاخلاقيه من استمرار. اذا ظنيت بانه الحل الامثل هو انه يحصل حل عسكري، خلاص تمام، ده وجهه نظرك تمام. حلك العسكري ده بيعني انه بكره في ناس حيموتوا، كويس؟ حلك العسكري ده بيعني انه بكره في ناس حيتشردوا وحيسعوا انهم هم يخرجوا تهريب لمصر ولا لليبيا ولا لجنوب السودان ولا لاثيوبيا ولا لاي منطقه. حلك العسكري ده بيعني انه في ناس تشردوا هسه قبل سنه ونص ما عارفين ياكلوا ويشربوا من وين، بكره حيكونوا جعانين عشان منتظرين حل العسكري. حلك العسكري بيعني انه الناس الان قاعدين يعانوا من المجاعه في معسكر زمزم وحيتمدد المزرعه دي عشان في حتات ثانيه، هم برضو ينتظروا حلك العسكري ده. تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن استمرار الحرب العسكري. في خيار ثاني هو الوصول لحل سلمي تفاوضي، والكلام ده يعني السودان شهد حروب طويلة كده، الحروب الطويلة دي فيه ال في حروب انتهت باتفاقية سلام، حرب بين الشمال والجنوب دي أخذت من 83 لحد 2005 22 سنة. في النهاية تم التوصل لاتفاق سلام، أسكت أصوات البنادق في الحرب بين الشمال والجنوب. في دول حوالينا في الإقليم كثيرة جدا جدا، إثيوبيا الحرب انتهت فيها بتفاوض، سيراليون الحرب انتهت فيها، ليبيريا الحرب انتهت فيها بتفاوض، سيراليون انتهت الحرب فيها بتفاوض، وبلدان عديدة في العالم وفي المنطقة الحرب انتهت فيها بتفاوض. ده بيعني انه الناس بيضعوا البنادق اولا، بيوقفوا العدائيات اولا، ومن ثم بيقعدوا عشان يحلحلوا القضايا. على الاقل الحل التفاوضي ده بينذر بانه الموت بيجيف. وليس سرا يا استاذ انه جزء من مبادره جنيف كان انه الوسطاء بتاعين جنيف